حذرت لجنة القانونية النيابية من اعتماد خيار الدوائر المتعددة في الانتخابات المقبلة، وأكدت اللجنة في بيان لها أن طرح البعض لمقترح تحويل المحافظات إلى دوائر انتخابية دون امتلاك قاعدة بيانات الرصينة لأعداد السكان سيولد مخاطر كبيرة، خاصة في المناطق المتنازع عليها والتي من الممكن أن يحدث فيها استهداف طائفي أو قومي أو حزبي، مشيرة إلى أن جميع هذه المشاكل كانت سببا في تأخير حسم إقرار قانون الانتخابات.